مخلوق برأس يشبه رأس الديناصورات وجسد قريب من جسد الطيور، عاش في الصين قبل 120 مليون عام. هذا المخلوق الهجين والغريب اكتشف في تحليل أحفوري أجري بعد العثور على أحفورة سميت كراتونافيسس هيوي، وذلك خلال عمليات التنقيب في شمال الصين في ذات المنطقة التي عثر فيها على آثار ديناصورات ذات الريش والطيور المبكرة، وعثر على الأحفورة في الصخور الرسوبية التي تشكلت في العصر الطباشيري. ووجد العلماء الصينيون أن كراتونافيس كان لديه كتف طويل بشكل مدهش وأول مشط قدم، وكلاهما نادراً ما يرى في أحافير أسلاف ديناصورات الطيور الأخرى. وعلى الرغم من أن كراتونافيس لم يكن قادراً على الطيران، إلا أنه يلمح إلى التطور التدريجي من ديناصور على الأرض إلى طائر قادر على الطيران في السماء.